اكو بعض الناس بلاء عظيم، اكو بعض الناس بلاء متوسط، واكو بعض الناس بلاء قليل خفيف. هذا مولانا انتسابا او ميزانا بالايمان، كلما زاد الانسان ايمانا زاد بلاء. بارك الله فيك. مولانا، ولهذا شي يقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم: المؤمن كلما زيد في ايمانه زيد في بلائه. المؤمن مبتلى، لكن الغير مؤمن ما عنده بلاء. مو خلنا نقول لك انا قضيه، هذا في يوم واحد عزم النبي عزيمه غدا، فالنبي طلع يتغدى عده. اسمح هاي حلوه تفيدك هاي، اسمح مولانا. طلع يتغدى عده النبي صلى الله عليه واله وسلم، فمن دخل النبي، طبعا النبي من يدعى ما يدعى وحده، هاي الجوقه كلها ورا الجماعه، الزين والشين كلها ورا النبي، يجون للغدا مولانا، جاي للغدا. فمن دخل مولانا الرجال ابو بيت رحب بي، اهلا وسهلا برسول الله كذا. اكو في الدجاجه ديايه، دجاجه فوق السطح، هاي الدجاجه مولانا تعرفون انتم الدجاجه، للدجاج يدرون تختار مكان معين وتبيض بيه يوميه، هذا المكان ما تغيره الا ان اذا شافت شيء خطا كذا فتقوم تغيره. هذا عنده دجاجه تبيض فوق سطح الدار مولانا يوميه، وين تبيض؟ فوق، وتبيض في مكان منحدر منخفض، يعني تتدحرج البيضة تجي. هذه مولانا بدخول النبي الدجاجة بيضت، بدخول النبي الدجاجة بيضت، طاحت البيضة من فوق، ادحرجت من فوق، جت من فوق طاحت. وين طاحت؟ أكو حديدة على الأرض، طاحت من فوق على الحديد فلم تنكسر، طاحت على الحديدة ما انكسرت، طاحت على التراب. النبي تعجب، قال له: هذا انت شلون هذا البيض؟ هاي صدفه لو كل وقت هذا؟ قال له: لا يا رسول الله، انا ما من بيضه تبيض، هذه الدجاجه تبيض فوق، واذا تدحرجت تسقط على حديد على تراب من فوق سطح الى هذا المكان ما تنكسر. قال: ما تنكسر؟ قال: لا. قال لهم: ارجعوا، ما نتغدى عند هذا الزلمه. ليش بويا؟ قال له: هذا رجل سلب الله البلاء منه، سلب الله البلاء منه، إن دل على شيء يدل على عدم إيمانه، لأن المؤمن مبتلى، لكن المؤمن على قدر إيمانه مبتلى.